عبادة ابني الغالي، لأن شعور الأب أنا حسيته من أول مرة أنا سمعت فيها دقات قلبك. سمعت دقات صغيرة بس حركت جواتي شي كبير من حب ومسؤولية. Wo war ich denn dann? Wo war der? Wo? Wo war der? Ja, dann muss ich aufschreiben, wo war ich denn? Ich habe 2 Millionen Subscriber auf YouTube. 2 Millionen? Seriös? Wow. Cool. 2 Millionen Subscriber? And half million views. Wacht. So, wo heet je? Obada, maar ik ben niet Nederlands YouTuber, ik ben Arabisch YouTuber, maar oh ja. Ik woon hier in Nederland. Mag ik eens? Ik grijp voor. Ja, ik wil dat je naar horen. Want ik ben ook wel heel Hij komt uit Syrië, maar woont in Angeren. Bekend bij duizenden op het internet. Hij werd steeds populairder en heeft inmiddels 500 miljoen views. Verovert de wereld met zijn komische sketches op YouTube. شفت الدنيا روح حلوة نايس وجنبي النسوان حلمت اني واحد كشخة ومشهور راكب سيارة حلوة كتير فرش اسناني من بكير شفت الدنيا حلوة كتير جينا صار واحد زاقي كتير طلعنا مشينا ركبنا بالسيارة وشفنا فينا ربيع اللي هي عالم العالم اللي على السوشيال ميديا تمام يعني العالم اللي على السوشيال ميديا خلص اخذ فكره عن عباده انه عباده عايش حياه سعيده وعباده انسان دائما عم يضحك وهن العالم تعرف عن عباده خير الدين على السوشيال ميديا انه عباده خير الدين هو اللي بيعمل هدول الشخصيات اللي بيعمل سعاد اللي هي دائما بتضحكنا اللي بيعمل شخصيه بهلول ولا كنان ولا غيره الى اخره هن هدول الشخصيات اللي بتضحكنا من قلبنا وقت نحن نكون مهمومين نتفرج على عباده خير الدين بس العالم ما بتعرف عبادة خير الدين على الواقع كيف أنا كمان عندي مشاكل. طب ورجينا خلينا نشوف. قلت له بس أنا عندك كيف تشتكي علينا للشرطة. أمي أنا كانت تقلي أنت طلعت من بطني غماستك هيك وعم تضحك دائما بضحك. Oh my God I love you I love you my cat. الحو يا شباب الحو عاملين مسابقة لأحسن شاب نسونجي قصدي أحسن شاب شاطر بالمشاعر الرومانتيكية والعواطف الرخوية واحذروا شو الجائزة الجائزة هي الزواج من هيفاء وهبة أو شيت براو هيفاء وهبة ولسه صفر بهولندا صفر بس عندي شي جواتي عم يقلي إنه أنت مثل ما عملت بمحتوى عربي بهولندا رح تقدر تعمل شي هولندي انت بهولندا انا لو ما عندي الشهرة انسان فاشل ابي يعني لسه مو لحد هلا شايف انه انا الشي اللي عم بعمله شي مو مهم أو مو عطي أهمية الكبيرة يعني. طيب الثاني كمان جيني الثاني كمان. وين أني إصبعتين؟ وين أني إصبعتين؟ يعني أنا حتى من وقت بلش باليوتيوب ما بكذب عليك أنا كنت ضده. ماني متوقع هيك رح ينشهر يعني. أنا ضده مو بشي بدي إياه يدرس. يعني بتعرف أنت هون بهالبلد يلي بيدرس بينجح واللي بينجح بصير معه مصاري
يعني شو ما كانت شهادتك تشتغل يعني بتطلع مصاري. هو ما اهتم بدراسته، فدائما كنت انا وياه على يعني يبعثوا لي، ما في لازم كل جمعتين المدرسه تبعه تبعث لي خبر ابنك يا ما عم يداوم يا ما عم يدرس يا علاماته. لا يعني لحد ما فات بهالمجال. كانت هي المدرسه بوقتها رحت على براكتايك سخو، على مدرسه براكتايك، وكانت هي المدرسه جدا عنصريه. مريت بايام يعني هي قعدت فيها سنتين، هي السنتين كانت اسوء سنتين بحياتي. يعني كنت عم بنتظر لحتى تنتهي لحتى اطلع منها للمدرسه، وما قدرت اكمل بصراحه. من العنصريه اللي كانت فيها، كانوا الطلاب دائما عايز يرموني بكلام مثلا كانكر فلوختنينغ، كانكر سيريس مينسن، يعني يسبوني كلام كتير هيك، كان يضايقني عرفت علي، يعني ما كانوا يحترموني، وكانت الناس دائما بعيدة عني، وهذا الشيء كرهني كتير بالمدرسة، يعني كرهني كتير وخلاني أنا ما عندي كمل، أنا بدي أطلع منها لهي المدرسة وخلص، يعني فكس خولمان هيك، صرت أنه أنا يعني ما عاد بدي كمل. هي هي أنغرن، يعني تخيل ما في غير سوبر ماركت واحد بأنغرن، هذا المركز تبع الضيعة، هذا العالم كل اللي بال كل اللي بالقرية بيشتروا منه لهذا السوبر ماركت يعني. هي هي أنغرن، وهي هي العالم اللي فيها، وكله بيعرف بعضه هون بأنغرن. يعني إذا في أصدقاء يعني، بس هنن هدول أصدقاء من هنن وصغار أصدقاء لحد ما كبروا يعني، فما بيعاشروا عالم جديدة، ونحن كنا جداد وغرباء فما حدا قرب علينا. يعني أنا ما قدرت، ما صحت لي هاي الفرصة أني عاشر عالم مثل باقي الناس اللي عايشة بالمدن مثلا، فهي أحد المشاكل يعني. لسه بتذكر خريف 2014 يوم اللي وصلنا فيه على أنغرن. كانت كتير مختلفة عن الشام وعن الحياة اللي كنا عايشينها بالشام. كانت عائلتي قريبة علي، انت واخوك دائما كنتوا قراب من بعض، وما حدا كان يقدر يفصلكن عن بعض. بتذكر وقت كنا بايام العطل اخذكن مشاوير على الغوطة، كيف كان لازم كل سنة طلعكن أسبوع على البحر. بتذكر بيتنا اللي ببلودان اللي كان ملتقى لكل عائلتنا الكبيرة. أحياناً كنا نجتمع شي 50 شخص بين عمات وعموم وهنن ولادهم. الله يرحم اللي توفى ويبارك بعمر اللي لسه عايش. يا ترى بقدر أرجع وعيش هاي اللحظات؟ آخ يا ريت. بابي 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 لكي شوفي بابي نيد سو كريزي فاكا بابي لوكو يبانت ما بابي بقرب لضم ما بغرق بعيونه انا برو اقفل 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 اوك ايتس دون فان بوفا مت heb jij Ali wat hij heeft gemaakt? Van kleine woorden, kleine woorden, kleine woorden. Hoe bedoel je? Oud nummer van hem? Ja. Nee, niet oud. Nee, nee, van deze. Van deze. Zo op voor de man praten, je ging door toch? Je hebt het een chickie. Ja, Adlib. Ja, ja, Adlib. Wat zou je? اليوم حنسجل المشروع اللي متفقين فيه انا وعلي. طبعا علي من سوريا كمان، يعني ابن بلدي، وبس بيغني بالهولندي، يعني هو معروف هون بهولندا وانا معروف بين العرب. فالشيء اللي نحن رح نعمله انه نحن رح نعمل شعبيه كثير حلوه، بانه نحن رح
نلفت الهولنديين نلفت نظرهم ونلفت نظر العرب، فرح نعمل شي حلو هون بهولندا. لك شوفي بيبي نيد سو كريزي، بوسة من خدك ما فيني بدونا، بيبي برنسا وانا عاشق والهان، ايك بنسل يوزف بني توف كيركان، ايك بموني مصاري كوتشي فرزاتشي، ما تخافي يا بيبي انت حدي بأمان. مان 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 وانا سوبر مان 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 وانتي جنبي بأمان. مان 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 فقط لكم كل شي بام 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 بام. الوضع مع الحبيبة والله لك نحن صرنا فترة مرتبطين تمام، طبعا الأهل بيعلم، أنا بعرف البنت من زمان من أيام الكامب، بس يعني ما كنا نحكي، يعني ما كنا نحكي، هي البنت عراقية، يعني أنا حابب كتير أني أتقدم للبنت أخطبها، أنا إذا بدي أخطي هالخطوة لازم يكونوا أهلي معي، فهذا الشيء ما لازم يكون، يعني أنا ما لازم أتصرف من عندي، لازم يكون في نقاش بيني وبين أهلي واتفاق وشو بدنا نعمل شو بدنا نسوي. ما بدي أحكي أخطي خطوة تكون غلط، لازم تكون خطوة تكون كتير صحيحة، لأنه أنا فعلا بحبها كتير للبنت وهي بتحبني. أي بابا أي بابا بابا أهلا. هو مام حاطت ماي مالك اسبق، هو مام ماسك اللي عطاني موبايل، عم نصور اللحظة، عم نصور اللحظة، عم نصور اللحظة بالكاميرا يعني زبط الوضع. بعد شوي بعد شوي لأنه بيزود عنك شوي على شو؟ أبي لا تكون أنت سبب إذا حابب ما يرطل عنا، أنت سبب بتقليعة بطريقة لا شوفي أي بس شوفي ربيت امبارح تمام، وانت امبارح انا قاعد بالمطبخ بسمعانك انت اما حاطط عنا على اساس ما في اثنين قدش حاش بالبيت، هي تعتبر بامانه مين؟ بامانتي سيد راسي مو بامانتك، عرفت كيف؟ انت فهمان انك بس شو الموضوع ابي هلا، هو شو الموضوع اللي صار هلا؟ عم نصور نحن ابي معنا سفر وعم نصور ليك، وهلا انت عم تحاكيني وتبهدلني وعم نصور الزلمه، خليه صورك انت عم تتفرج كمان عرفت شلون؟ طيب كمان المقطع انت عم تتفرج انت مبسوط انت زعلان انت فرحان، عم نصور ابي ما بعرف ماشي باي باي لا سلامتك باي امشي. بعد هلأ حردان مو عاجبه نمط حياتنا، هي كمان ضريبة الغربة. طيب شو مش عاجبه؟ حابب لي وحدة بده يتجوزها، ونحن بتعرف الأهل أحق يعني أحب على قلبهم يفرحوا بابنه، بس أنا شايف أولاً البنت مو مناسبة إلنا وله طبعاً، وهو حسب عمره مو شايف هالشي، تاني شي أنا شايف إنه لساته لسه ما أسس حاله، لساته صغير يعني مو عاجبه بده البنت. رد فعله شو بجاوبك؟ إنه نحن عم نوقف بوشه. عم نوقف بوش طموحاته. شو بدها هي هلأ؟
البعد عن الأهل كله مهم أنا وهي. هي ما فيها تطلع من عند أهلها بس بدها إياك. آه. وهذا الكف اللي أكلته منها شو بتعتبرها؟ لك هذا كنا متعاطين أنا وياها أنا أتلتها أم هي صار فيك. قاعد في اللي بدك تحترمه هو بيت الكلب بدهم يحترموا رأيي بدهم يحترموا رأيي مع البنت كبنت بخر عليك أهلك ما في الاثنين بدهم يقتنعوا برأيي وبرأيون بدهم يقتنعوا بالطرفين تحب بنت أنا ما بتخلى ما في بدكم تقتنعوا بشي أنا هذا اللي بفهمه هاي مشكلة تعقام ما فيني أحكي لك شي ليك عم بحكي معك برواق أول شي ما عم تقتنع جحش كبرت يا عبادة وكبرت المسؤولية اللي جواتي وصار شي ما عملنا حسابه انه نترك البلد ونترك اهلنا والناس اللي منحبها وولادي يربوا بعاد عن اهلهم وبلدهم كانت رحلة كتير صعبة علي معنويا ونفسيا بس كان كل هدفي مستقبلكم يلي ما فكر غير فيه بس أصعب شيء كان بغربتي التليفوني اللي إجاني بـ8 آذار 2018 خبر وفاة أبي وفاة أبي صرت شخص تاني من يوم ما توفى عرفت إنه ما بنعرف قيمة الشخص لحتى نفقده الغربة بتخلي مسافات بيننا حتى لو كنا ببيت واحد الغربة بتخليك تعيش بوحدة تخاف تشارك حدا مشاعرك لأنه يمكن يفهمك غلط الغربة بتوجع يا عبادة الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل أحلى من الفل كانك بسيط شو ما بدك خلينا حبك رح احبك حب يلا عالحب لفيت الريح كل ايامي ولا حدا قدامي غيرك انت مين عزل تحكي معه؟ ستي وخالتي آمين آمين يا رب الله يحميهم والله اشتقت لك أنا الله يخلي لي ياكي يلا إن شاء الله بشوفك عن قريب إن شاء الله آمين 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 خلوني نعيش الجو صوري انت وانا فوت من البغبغه شو يلا روح عيش الجو خلوني عيش الموبايل عم يصوري ها خلص بالك على راسي ليك بلال هانا بولندا شو الفرق الكبير شو الفرق 180 درجة لمة كفي الواحد عائلته وأهله أمي ما بيمرق يوم علينا ما بنبكي فيه بس دون ما حدا يحس طبعا الصغار ما بيقدروا هالشي لسه ما في شي من واجبكم يا جماعة تفضلوا صحتين الوضع صعب هلا بسوريا كمان هن بيحسدونا ونحن بنحسدهم
يعني هو بيقول لي اخ على ما اكون اطلع لعندك وانا بقول له اخ على ما انا اقعد كون مكانك وانت تجي لمكاني. سبحان الله ما حدا بيرضى بنصيبه، مو يعني مو ما حدا بيرضى بنصيبه. يمكن حتى انا يمكن لو كنت مكانه كنت قلت نفس الشيء. فما بالك فهون شو ما كان كتر خيرهم هون المتقبليننا. دائما بقول لاولادي يعني كتر خيرهم، نحن لا من دينهم ولا من لغتهم ولا من ثقافتهم وعم يتقبلونا. يعني انا فعلا كتر خيرهم. يا عالم حياتنا برش اسرار، يا عالم عبرك في الموت تختار، يا عالم حياتنا برش اسرار، يا عالم عبرك في الموت تختار. كان الخضر فاس كان بيوم فاسي في الشدة وحد قاسي، وين اخترت نعيش براسي. من داخل روتردام بدي لكم انه نزلت الفيديو الجديد. من داخل روتردام بدي لكم انه نزلت الفيديو الجديد، انا واقف بالسياره نزلته. كلياتكم اسحبوا الشاشه لفوق. كم مشاهده صار جايب الفيديو؟ بساعه واحده 150,000. لسه ما صار ساعه يعني. قرا لي تعليقات، شو ناس راي عن هذا الفيديو هذا؟ التعليقات؟ يلا. والله مبدع خرافي، الحلقة بتشل من الضحك. والله انك خفيف دم وبتضحكني، والله مهضوم، والله انك فلة. تحس حالك محبوب على الانترنت؟ اكيد. كتير 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 يعني، الحمد لله أنا كتير مبسوط أكيد وبفتخر بهذا الشيء. وأنا لولا متابعيني وجمهوري اللي بيحضرني أول بأول أنا ولا شيء ولا أي شيء يعني. عم بتخانق مع أهلي مشان علاقتي أنا والبنت. أهلي شايفين إنه هنن ما بيناسبون إنه يناسبوا هيك عائلة. أو يعني مثل ما تقول بدك تخلص بحبك إلا بدك تختار البنت الصح. أنت ما اخترت البنت الصح، ما اخترت البنت اللي بتناسب عائلتك. انت عم تقلي شو غلطت؟ يعني مثلا تكون امي عم تحكي، يعني تيجي مثلا توجه تروح البنت توجه لها كلمه لامي تقول لها انتم ناس تافهين. هي ما حكت بهي الطريقه، هي ما حكت بهي الطريقه، هي ما قالت انتم ناس تافهين. قدامك حكت بهالطريقه، لا تقلي ما حكت طريقه عليك، انت لساتك عم تكذب وعم تدافع عنها للبنت، والبنت غلطت. هاي البنت وحده مو تمام، بتزبل على طول وراها. ما تغلط عليها، ما في احترام. وين ما اغلط عليها؟ لا شو وين ما غلط؟ هي وقت غلطت على اهلك دافعت عن اهلك. طيب عم تقول دافعت؟ دافعت انت دافعت. طيب لو دافعت البنت، طيب لو دافعت البنت ما كانت كررت اغلاطها. تمام، البنت ما كانت كررت اغلاطها. انت كذاب، ما دافعت. دافعت انت، بس بتحكي دافعت لانك بتحبها. وانت طبعا شو بتقلا؟ شو بترو بتقلا؟ حبيبتي لا تعيديها، ماشي تمام. اهلي هدول بيضلوا تروح بتعيط على اهلك بتصرخ على اهلك مشانها يا زلمه؟ وين عم تروح تبدي بنت عن اهلك يا زلمه؟
بيجي واحد بيقول لك انت غلطان بتروح مع ما اخي ما بدك تسمعه، ما بدك تسمعه بالمره. انت غلطان، ايه انت غلطان، انت هي البنت، هي البنت ما بتناسبنا وما وين ما بتشرف عائلتنا كمان. انت بتنبسط مثلا اخي، هي البنت، هي البنت نواريه من الاخر. بقول لك يا ما تغلط عليها، عم لك ما تغلط عليها البنت نواريه، ما تغلط عليها، تلق ما ما بعرف حدودك، اللي غلطانه اللي كذا، بس ما ما تغلط عليها تمام. نحن اخوات ما بدنا نتقاتل همام على البنت، ما تحكي شايف ما تحكي ايه بدي دافع عنك بكره حبيبي همام. انا عم اقول لك على البنت، وبدك تحكي احكي اللي عندك، بس ما تغلط عليها للبنت تمام. روح بكره وقت البنت تبعصك وتقلعك تمام، تكون انت مالك راضي راضي اهلك، نشوف لمين بدك تتجه. خلاص يلا تمام، يلا روح، يلا روح سايره للحلوه. ماشي روح سايره، خلاص خلصنا، روح بقى روح بقى. مين طلع؟ مين طلع؟ يا انتو ما عم تفهموني يا اما انا ما عم بفهمكم. مو نحنا اللي ما عم نفهمك، انت اللي ما عم تفهم الحياة صح. اللي نحنا شايفينه انت مالك شايفه. انت عم تفكر بقلبك، بس نحن ما عم نفكر بقلبنا، نحن عم نفكر بعقلنا، نحن عم نفكر بالمستقبل صح لقبلنا، بس انت اللي مالك عم تفكر صح. انت شايف اتجاه واحد، مالك شايف كل الاتجاهات. انتو ما لاحظتوا انكم انتو عم تتدخلوا بهي الشغله وانتو ما عم تاخذوا رايي فيها؟ ايه بدنا ولا بشو، ولا بشو انا حاسس، ولا بشو انا حاسس، ولا انت شو رايك؟ حس هلا وزعل احسن ما بكره تبكي دم. ما راح ابكي دم. لا اذا استمريت بالوضع راح تبكي دم، بس لا ما راح نقبل نحن ان الوضع يستمر، لانه هيك ناس لا بتناسبنا ولا بتناسب عيلتنا ولا بتناسب بيئتنا. انا ما دخلني باهله، ما دخلني فيهم، اذا هن الوقحين ما دخلني ولا هي ولا أهلها. إذا أنت بترتبط فيها أولادك بمين بدهم يرتبطوا؟ مو بأهلها؟ أولادك كيف رح يربوا؟ بدك ياها روح انقلع اتجوزها برا، على بيتي ما بتفوت لا أنت ولا هي. يوم اللي بترتبط فيها بتنسى إنه لك أم. إذا حدا بيسألك عن أمك بتقول أمي ماتت. يوم اللي بترتبط بهاي البنت أنا طالع.
هلا انا مؤقتا عند حبيبتي بالبيت، لانه بالبيت عم تصير كتير مشاكل وعم تأثر على شغلي وحياتي وعلى نفسيتي، وما عم بقدر استحمل هاي الضغوطات. يعني انا ممثل وابي بيستهزئ فيني كتير بكل مشكلة بتصير، فانا هذا الشيء شايف فيه مستقبل، مستقبل مو بس يوتيوب، مستقبل لاني انا اكون ممثل على التلفزيون ولا ممثل، خلص طموحي ممثل انا. فبابا انا هذا الشيء مو شايفه شيء اساسي، يعني الحكي اللي حكاه كان يضرني. الشهرة يمكن تعمل هيك، بيكبر راسه ما بعرف. يعني ما بتزعل يوم تشوفه هيك؟ أكيد بزعل عليه، يعني بقول له أكيد أبي ما حدا بيرد لك الخير أكثر من أمك وأبوك. هون أول ما بيجي الولد على هولندا، أو مو بس هولندا، أي بلد أوروبي، بيعلموه إنه لا ترد على أهلك، إنه أنت حر. يعني أنا وقت كنت قده كمان صير بيني وبين والدي الله يرحمه خلافات، بس يعني ما عارض أبي، يعني ازعل احرد كثير ابكي، بس انه كلمه ابي اللي تمشي، يعني كلمه ابي اللي تمشي. عمره حكى لك انه بحبك او بفتخر فيك؟ ما حكى لك؟ بلا اكيد. بس يعني ممكن حاكي لي اياها، بس يعني ما يعرفون اعبر لك اياها. يعني ممكن هو حاكي لي اياها انا وصغير، وحاكي لي اياها انه انا كبير، بس ممكن أنا وكبير بيحكي لي إياها بقلبه أكتر. يعني أو يمكن ما بعرف، يعني ممكن لازم مثلا واحد تسألوش إذا شايل هموم، بس اتركوني لحالي بروح، مش حب الوحدة كاره كل الكون، والنفس ما بتهون. أبيض وأسود دنيا بلا لون، راحت روحي والقلب الحنون، أصبح ميت وجفت الجفون يلي غبتون. عيون اللي سحرتوها انرمت، جدراني من الأنين اتكلمت، وكفوفكم داوت وعلمت، وراحت ولا سلمت. لحالي ما حدا معي، ما حدا جنبي، ما في شي جنبي، ما في طريق، ما في مكان، ما في وسيلة، ما في شيء. لحالي ما في شيء، ما في مساعدة، ما في فرصة، ما في شيء، ما في. لحالي عندي 500,000 مشاهدة وأنا لحالي. قد ما كبرت يا عباد رح تضل بنظري ابني اللي حملته بين ايدي باول انفاسه، وعاهدت حالي احميه يكون سند له لحد تموت. ما اكلته؟ انت وقت تترك البيت بسبب قرار او شيء تفرضه علينا ونحن ما نتقبله، ما بتعرف شو بتترك وراك.
بجي لأتركك تواجه مشاكلك لحالك واختياراتك، بس في شي جواتي ما بيطاوعني، بخليني ضل جنبك وكون سندك. تقريباً هلأ خلصت مونتاج يعني. على الساعة 2 انتظر الفيديو الجديد كلكم. هلو، هلا جدو، والله تمام، ما فيني شيء والله، عم صور أنا لأنه بالتصوير. بس انا شدو ما بدي، بس انا شدو ما راح اقعد بالبيت، ما راح اقعد بالبيت، ما اخذ اغراضي. لا تقعد بالبيت، روح لعندون وفوت عادي كانه ما في شيء. ما بدك تقعد، لا تقعد، لا تتفلسف علي عبادة. انا جدك وبعرف شو بده يصير، انا اكبر منك وبعرف شو الدنيا شلون بدها تمشي. اذا ما مشيت ما رضيت امك وابوك بحياتك ما بتتوفى، ولا بتعرف شو التوفيق. انا عم حاكيك مضبوط، انا غيري عليك. عندك شك انه انا ببغضك ولا بحبك؟ بتحبني اكيد. انا عم بضحك بحكيك الكلام المنطقي والكلام المزبوط. تعمل حالك وتروحه، شوف امك بشوف ابوك، بدك تطلع تسكن لحالك بعدين تسكن لحالك، بس اطلع عن الرضا مو تطلع عن الزعل. فهمني ولا لا؟ فهمانك. وإذا ما سويت هيك بدك تزعلني كتير يعني. هدول أمك وأبوك ما وصلت لهون إلا طالع عيونهم. والله لو قلت حتى الكلام إجا إنه الحد تعرف سوري يجي يقول أتعرف عليه بحياتي. لا أنا وأخوانك يعني حكينا إنه ما بدنا إياك توقع بالغلط، أنت بتم ابننا وبتم. عليك وانا والله عندي تعبان، انا ما يعني مو مثل الاول يعني، بجوز اليوم عم بحكي معك بكره يقولوا لك توفى جدا. يا بيت الشر. تروح لعند اهلك؟ مالي عرفان. ها؟ مالي عرفان. موقف خرا، انت ما تحكني، انت لو تحكني ما تسويه. حقني رويا عبود، لا تصير حقني رويا عبود، لا تصير حقني رويا، لا تصير حقني رويا. انت وعدتني ما تصير حقني. درس؟ درس تتعلم فيه؟ إن شاء الله، إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى أنك تكون تعلمت منه.
لأنه ما حدا بيرد لك الخير غير أهلك، ما حدا بيرد لك الخير قد أمك وأبوك، ما حدا بيحبك قد أمك وأبوك. إن شاء الله ما فيني أقول غير إن شاء الله. يلا روح. لأنه ساعة عم داوم بابا توتر من ردة الفعل، ما بحب هاي اللحظات. ممكن يرد عليك، خايف يصدني، بس رح يصدني أكيد. ما يسلم عليك؟ هون يروح؟ مارب كذاب والله مارب صدق عليك. عرفت؟ ما بدي اشوفها اول شيء عملها بدي امس بتخليك تسلم عليك كذاب. شوف شوفه كذاب عم بوقف هيك، كان عم يحاكي امي. قال لي صعباده برا ما بدي اقعد هيك. قلت له تعال معي مارب، ما بدي اشوفك. طلع رجع ما رجع هيك. قال يجي يا اكيد انا ما حل اطلع خليك بالشوارع. قال لي بس خلته ما بدي اشوفك ضل بالغرفه. والله ما عم بمزح معك، عم بحكيك جد. انا في بيناتنا مزح هيك قصص؟ والله عم بحكيك اصلا. قال لي ما بدي اشوفك بالشوارع. شو تمنيت انت يصير؟ تمنيت انه يجي. أحيان بتشوفني عم اضحك بوشك، بس أنا بكون من جواتي عم اتقطع. هي أول مرة بطلع مشاعري بهذا الشكل. حابب أوصل لك إنه شو ما صار أنا فخور فيك وبحبك بدون أي مقابل، وبس تصير أب رح تعرف هذا الحب الممزوج حنية وأساوة مع بعض. رح تعرف شو يعني تقاتل الدنيا كرمال ولادك، شو يعني تحرم حالك كرمال تشوف السعادة بعيون ولادك. وصيتي إلك يا بابا، بدي منك شغلة واحدة بس، إنه بس تعاشك الناس تترحم على اللي رباك وتقول بس الدنيا بخير. معك عمل الحب والرضا. أفوق.